أعزائي محبي لعبة الشطرنج، النهاردة هنتكلم في عن الحلقة الخامسة اللي هي عن من كتاب 100 استراتيجية يجب أن تعرفها قبل أن تلعب الشطرنج. هنتكلم عن الاستراتيجيات من الاستراتيجي 41 41 إلى الاستراتيجية 50. أتمنى تكونوا استفدتوا من الأربع فيديوهات في الأربع حلقات الماضية، والنهاردة بنكمل في الحلقة الخامسة. موضوع العشر استراتيجيات اتكلم عليهم النهاردة بيتكلموا عن الوضعيات اللي هي تخص الفيلة وعلاقتها بالبيادق والأحصنة. فال 41 استراتيجي keep your bishops active، يعني خلي فاعلية الفيل بتاعتك فعالة، خلي فيلتك فعالة بالاكثر على وضعيه وبتعتمد بالاكثر على وضعيه الفعاليه بتاعه الفيل بتعتمد على وضعيه البيادق المجاوره. فناخد في المثال دوت زي ما شايفين في الصوره اللي قدامنا ان الابيض راح مقدم البيدق اللي هو في E4 دفعه في E5 وهدد وزيره الاسود، وفي نفس الوقت فتح على الفيل الابيض بتاعه اربع مربعات كان قافل عليهم البيدق دوت، وفي نفس الوقت حركه البيدق ديت منعت الاسود ان هو ايه يكسر بيدق في بيدق ويفتح للفيل ايه الاسود بتاعه، الفيل الابيض بتاعه سوري، تمام. فاصبح فيل الابيض محدد في الوتر بتاعه، لان من الصعب دلوقتي يحرك ايه البيدق دوت بشكل من الاشكال في الوقت الراهن. يعني النقطة اللي بعد كده او الاستراتيجية اللي بعد كده هنشوفها اللي هي الاستراتيجية 42 keep your pawns on squares of the same color of your opponent's bishop، يعني خلي بيادقك على نفس لون على مربعات من نفس لون فيل الخصم. فهنا في الاسود اللي هو المنافس بتاعنا على ايه على الابيض في الابيض، يبقى انا هنا كابيض يبقى بيادقي احطها على ايه على الابيض زي ما احنا شايفين كده، هتعمل إعاقة للبيشوب الأبيض للايه اللاعب الأسود، تمام. ناخد بعد كده الاستراتيجي 43، وهنا أنا وأنا بترجم الكتاب دوت كنت براعي إن أنا أسيب التايتل بالإنجليش وترجم الايه الكونتنت بتاعه أو الشرح بتاعه. A bishop is worth more than a knight on open position. Worth يعني قيم، يعني worth يعني ثروة يعني ذات قيمة. فهو يقول لك ان الفيل ذات قيمة عن الحصان في الاوبن بوزيشن، يعني في الوضعيات المفتوحة. زي ما احنا شايفين كده احنا كده في اند جيم، اند جيم يعني الجيم انتهى خلاص بينتهي يعني بيقرب الى النهاية. فهنا الوضعيات مفتوحه، احنا عارفين في الجيم بتاعنا بيبقى فيه 32 قطعه، طب عد على القطعه دلوقتي هتلاقي الابيض عنده مثلا بتاع 6 5 بيادق وفيل، والاسود عنده 4 يعني كلهم على بعض ما يطلعوش مثلا 10 12 قطعه صح من 32، فالمربعات فاضيه، فده بيسموه اوبن بوزيشن او اوبن بوزيشنز. فالفيل طبعا اكثر فاعليه من الحصان في الاوبن بوزيشنز او في الاندي جيم. ولو بصينا في الوضعيه اللي شرحناها هتبص الفيل كده مانع الحصان يتحرك، يعني الحصان ما يقدرش يجي في السي 7 يتاكل، ولا في الدي 6 ولا حتى في الاف 6. هو المربع اللي ممكن يجي فيه محمي بالملك اللي هو في الجي 7، شوف ازاي، وبسهوله جدا الفيل يكسر الحصان وهو عنده بدا زياده فيكسب الجيم دوت. شايفين الكلام ده؟ يبقى هنا الفيله، وخد بص شوف الفيل ده في كام مربع يسيطر عليه وهو في مكانه، 6 مربعات قدامه وفي 4 وراء 10 مربعات، في حين الحصان ما عندوش غير مربع واحد يتحرك فيه، شوف ازاي. طيب نيجي بعد كده اللي هي الاستراتيجي 44، A knight is worth more than a bishop in close position. العكس بقى، لما يكون كلوز بوزيشن يعني القطعه مليانه ومسحومه بالبيادق يبقى الحصان هو ايه الافضل من الفيل، عكس اللي فاتت على طول، تمام اهو شايف.
ليه بقى؟ لان الحصان يقدر يتنط بين القطع. الفيل عايز اماكن مفتوحه، عايز مربعات مفتوحه عشان ايه؟ يعرف يتحرك ويسيطر. واضح؟ ناخد اللي بعديها. نايتس نيد اوت بوستس. اوت بوستس يعني مربعات استراتيجيه. طب واحنا اخدنا قبل كده في الفيديوهات الاربعه اللي فاتوا، قلت انا المربع الاستراتيجي هو المربع المحمي ببيدق من عندي، وما يقدرش الخصم يهدده ببيدق. ناخد اكزامبل هنا في الصوره اللي بتوضح الموقف دوت، ان المربع اللي هو الدي 6 ده مربع استراتيجي. ليه بقى؟ انا اقدر اجي بيه في الحصان، الحصان محمي بالبيدق، ومفيش بيدق يقدر يهدد ايه الحصان دوت. طب تقدر طب حتى مفيش قطعه تهدده، مفيش فيل اسود عند الخصم يهدده، والحصان عشان يهدد الفيل، الحصان الاسود عشان يهدد حصاني عاوز يتحرك كذا حركه، وطبعا مستحيل هو هياكل ايه الحصان دوت بالوزير بتاعه، مستحيل، هيخسر جامد جدا، هيخسر الدور. فده اسمه مربع استراتيجي. وطبعا دي استراتيجيه غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. انت لو ترستله الحصان الابيض في المربع دوت اللي هو الدي 6 هتشل حركته. اقرا كده، لو شغل الحصان موقع الاستراتيجيه فهو يضع ضغطا هائلا على معسكر خصمه، وايضا يدعم انتشار قطعه. شوف ازاي، هو اسمه حصان، ما تقدرش تزحزحه من المكان دوت غير بالوزير في الوضع اللي انت شايفينه دلوقتي، هتخسر طبعا، وحتى لو كسرته برخ تخسر فرق. شوف ازاي، يعني ما عندوش بيدق يهدد، وما عندوش حتى ايه مربع ده اسود، ما عندوش فيل اسود ياخد بيه الحصان. وعشان تاخده بالحصان عاوز تحرك الحصان الاسود دوت بتاع الاسود، سوري الحصان الاسود، كذا حركه عشان تعدله وتجيبه في مكان يكون الابيض لاعب كذا لعبه وفاز يمكن. شوف ازاي، طيب. يكسب يعني فاز بموقف، يعني اقصد يعني. ناخد بعد كده 46. يوجوالي ان موبيل بون in the games the bishop is worth more than a knight. دايما في الاند جيم، طبعا احنا قلناها قبل كده في الاستراتيجيه اللي قبل كده 44 تقريبا او 43، ان الفيل احسن من الحصان في الاند جيم، عشان في الاند جيم بيبقى ايه الاوبن بوزيشنز والاماكن مفتوحه والقطع قليله والبادئ، مش كده؟ الفيل بيحافظ على حريه حركه، وكمان بمساعده البادئ بتاعته. لو انت حطيت ايه، انت عندك مثلا فيل اسود، ده فيل اسود، يبقى انا احط بادي على الابيض ما احطهاش على الاسود. لك معايا؟ احنا كنا بنقول لما يكون عندي الخصم الفيل بتاعه على ايه اسود مثلا، يبقى انا احط بادي ايه على الاسود، فيله ابيض احط بادي على الاسود على الابيض. لكن انا فيلي مثلا اسود، يبقى بادي تبقى على العكس، على عكس اللون، عشان اديله حريه حركه. تمام، نيجي بعد كده في الاستراتيجي اللي بعد كده اللي هي 47، نقول على الناحية التانية اهو. يعني بيقول لك ان two bishops are usually stronger than bishop and knight and then two knights. يعني فيلين في الاند جيم، او في مش فيلين عموما، يعني انا لو عندي فيلين احسن كتير من فيل وحصان عند الخصم، واحسن من حصانين عند الخصم. احنا قلنا ان فيلين الفيل قطعة طويلة المدى بتسيطر على مربعات كتيرة في الاماكن المفتوحة. تمام، وانا كل ما الدور بيتحرك وبيروح ناحية الاند جيم، كل ما الايه الاماكن بتبقى مفتوحة، يبقى انا احافظ على الفيل على المدى البعيد، ما حافظش على الحصان. واضح، وانا رايح للاند جيم يكون معايا الفيلة مش معايا الحصان. واضح، لان الفيل اكثر فاعليه في الاماكن المفتوحه. وعموما ان التو بيشوبس احسن من البيشوب والنايت، واحسن من ايه من حصانين طبعا. وفي اي لحظه انت ممكن تاخد ايه تكسر الحصان بتاعه، يعني لو مثلا لو حصانه مثلا في 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 نقطه استراتيجيه او في مربع استراتيجي، لو عندك الفيل على النقطه ديت، يعني هو على مربع اسود وانا عندي فيل اسود، بسهوله جدا اكسر الحصان بتاعه. لكن العكس لا، الفيل يتحرك في مدى عالي جدا الحصان ما يقدرش يجيبه. شوف ازاي، وحتى لو هو حصان في موقف استراتيجي وعندي حصان تاني زي ما شفنا في الموقف اللي فات دوت او الاستراتيجي اللي فاتت،
صعب جدا الحصان ايه يجيب حصان برضو، لازم يتحرك كذا حركه عشان يجي ويجيبه ويكسره حصان في حصان. تمام. يبقى الميزه المهمه ان الفيل يقدر يكسر الحصان في اي لحظه. نيجي بعد كده الاستراتيجيه 48، هاو تو فايت اجينست ا بيشوب اند ا نايت. سهله جدا، انا عندي بيشوب ونايت عند الخصم. الفيل هنا مثلا على الابيض، يبقى احط بيدي على الابيض والحصان امنعه انه يجي فين؟ في مربع استراتيجي. يبقى امنع الحصان انه يجي في مربع استراتيجي، ما خليش فيه مربعات استراتيجيه، واخد بالك؟ وامنع الفيل ان انا احط بيدي من على مربعات من نفس لون الفيل اللي هي الخصم. ناخد بعد كده الاستراتيجيه قبل الاخيره اللي هي 49، how to fight a pair of bishops. ازاي بقى ازاي انت بقى تحارب pair of bishops؟ لو عند خصمك فيلين، ازاي انت تحد فعاليتهم بتركيب البيادق؟ تاخد في الاكزامبل دوت، هو عنده فيل ابيض وفيل اسود، انا عندي مجموعه بيادق على الفيل الاسود، على المربعات السوداء عشان الفيل الاسود، وهو كمان انا حاطط كمان بيادق على الابيض، ففي كمان البيادق بتاعتي على الابيض حاجزه بيادق الخصم على الاسود، يعني انا بيادق البيضه دي منع حركه الفيل الابيض بتاعه، وبيادقه هو اللي انا حاجزها اللي هي على الاسود منع حركه الفيل الاسود بتاعه. شوف ازاي، يبقى تركيبه البيادق مهمه جدا، وكمان انا حاطط حصاني في موقع استراتيجي حلو جدا. يبقى هنا في الاستراتيجيات اللي فاتت ديت احنا كنا بنتكلم على تركيبات ووضعيات تخص البيشوبز والنايتس والبونز او الفيله والاحصنه والبيادق في تناغم. لما بقى فاهم كويس ازاي انا اكون واعمل استراتيجي وابني القطع ازاي تبقى تتناسق مع بعضيها ومع الخصم، يبقى انا اقدر ايه احقق اهدافي في اللعب والعب بسلاسه واوصل لمكسب بشكل لوجيك ومنطقي ومرتب. Keep your pawns on squares that are different from the ones of your bishop. احنا قلناه ان لما يكون البيشوب بتاعي ابيض يبقى البيادق على ايه؟ على لون مخالف عشان ما تعيقش ايه حركه الفيل بتاعي، صح؟ يبقى هنا مهم جدا التجانس والهارموني بين القطع بتاعتي، وكمان اشوف الخصم عنده قطع ايه واظبط انا قطعي وبيادقي إيه بحيث ان انا ايه اعرف اذا كان في مربعات استراتيجيه اعرف اسيطر عليها واخدها بالحصنه مثلا، لو في مربعات استراتيجيه ممكن تتاح عند الخصم لا امنحها، مش كده؟ شكرا لاستماعكم، اتمنى انك انت تعمل سبسكرايب للشانل علشان تتابع الفيديوهات القادمه في قدام كده، انا نازل فيديو السادس والسابع انسون، وفي فيديوهات هعملها برضو عن الدفاعات والافتتاحات المختلفة والمواقف المختلفة والافخاخ، وكمان احنا هنعمل بطولات ان شاء الله على lihs.com.org. تابعوني باستمرار وانضم للقناة عشان يبقى ايه في البطولات دي نشترك فيها مع بعض وهيبقى فيها جواز ان شاء الله. شكرا لاستماعكم.